مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم وتحية طيبة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خالد من قناة ماوك فلوكس. أنا دابا في عين سبع باش نصور لكم طريق ساحلي اللي فيه جوج ديال المشاريع. الأول باقي في المرحلة الأولى وكيخص إنشاء كورنيش جديد غيكون في شاطئ السعادة وشاطئ النحلة، وكذلك مشروع آخر اللي في طور الإنجاز حاليا وكيخص توسيع طريق زناتة. بالنسبة للكورنيش فغادي تستفد منه الساكنة ديال عين سبع وديال البرنوصي، وغادي يكون على مسافة ديال 3.4 كيلومتر. حاليا يلاه تم إنجاز طلب التصاميم، وفي الأسابيع القادمة غادي يتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر فيما يخص هذا البروجي اللي بطبيعة الحال الهدف منه هو تخفيف الضغط على كورنيش مسجد الحسن الثاني وكورنيش عين دياب. وبالنسبة لمشروع توسيع الطريق الساحلي في اتجاه زناتة، فكيف ما غتشوفوا في الفيديو فهو في طور الإنجاز. هذا المشروع مهم بزاف لأنه غيساهم في تخفيف الضغط ديال الشاحنات اللي مستقبلا غتبدأ تنقل من ميناء الدار البيضاء في اتجاه المنطقة اللوجستيكية الجديدة بزناتة، مرورا عبر الطريق البحري الجديد اللي تم الانجاز ديالو هنا في عين سبع، واللي كنت حطيت لكم فيديو عليه في بداية سنة 2019. وفي الاخير كنتمنى هذا التقرير يعجبكم، وبالنسبة للناس اللي كيشاهدونا اول مرة ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة.